قحطان يا ابو محمد. من يقول اسلم؟ يقول اشوف لي ناس يا قحطان من برشة، واليوم انا دونكم بالسيف شاماني من نجد لنجد لي تثليث للفرشة، ومن الاحد لين حد جبال نجران يلي حكم نجد واستولى على عرشة. هذول اساس العرب صبيان قحطاني، يا كم وكم روس من قحطان من خرشة، الاثار في المعركة عجنة ودخاني، نجند للمعتدي ونطر له كرشة ونعيشه في عنا وهموم واحزاني. صح والله صح بدك. لا تزال قحطان حذفنا نعم، عزوة بالموقعة تغلب بعدها، عزوة بالموقعة تغلب بعدها يا عيال.